فندينا ده فيه كل الناس اللي فيه جداد، وانا بحب اساعد الناس الجديده كلها. انا هم لما قالوا لي تعالى صور معانا والناس دي غلابه والناس عايزين يتعرفوا، انا رحت معاهم عشان كده. بس انت اشتغلت مع داوود السيد، داوود عبد السيد، وعملت موطن المجرم الحرامي، يعني عملت فيلم جامد، علم جدا، او فيلم جامد. فمش خايف ده يقلل من المستوى؟ يعني اقول لك ايه، لا ده خلينا ده اي فيلم خلاص. لا انا مش باصص لدي، يعني انا في نيتي ان انا بساعد الناس اللي هم بادئين، وربنا بقى هو ربنا اللي عارف انا بعمل ايه. عندك حته دي مهمه جدا، انت طبعا بتساعد. طبعا انت وقفت فتره كده عن التمثيل من زمان، انا مش لاقي فيلم لحد دلوقتي زي ما هي بتقول زي فيلم داود عبد السيد عشان اشتغل فيه. بس الافلام الصغيره اللي انا بروحها دي افلام بقولك ضيف شرف، يعني خمس دقايق وعشان اقف جنبهم عادي. يعني مش ده بس، ده في فيلم تاني اسمه كهربا برضه مصور فيه ضيف شرف، ومصور لهم عندي في البيت وببلاش يعني. كم اغنيه لا ده كتير قوي مش فاكر.